ديما الاجراءات اختيار اختيار لابوراتوار لو تكنيك لي بور لي جيومتر هذا يمكن ان شاء الله الاجال لازم من اجل غرس المشروع او بدايه الاشعار تتعرض بين 6 اشهر حتى 8 اشهر هذا في انتظار قيام مكتب الدراسات المسابقة على مختلف المخططات وانطلاق في مناقصة من أجل اختيار المقاولة إن شاء الله. نقول إن شاء الله في المتري بس إن شاء الله في المتري بس إن شاء الله في المتري إن شاء الله تكون أنفول دوريات. شكرا.